طبعا وهذه هي اللوحة التعريفية التي تتحدث عن هذه القرية، قرية لاتزوفيتا، طبعا مكتوبة باللغة الفالنسيانة أو لغة لهجة منطقة فالنسيا، ثم بالإسبانية بوبلادو موريسكو أو القرية الموريسكية، أو هنا بالإنجليزية لمن أراد كذلك أن يوقف الفيديو ويقرأ حول هذه القرية بالإنجليزية موريش فيليج. طبعا ارتفاعها هو 640 مترا على مستوى سطح البحر. لوحة كذلك تتكلم عن هذا الوادي، وادي القلعة لافال دالكالا كما تنطق باللهجة الفالنسية، تتكلم كذلك باللهجة الفالنسية هذه اللوحة مكتوبة. هذه جهة أخرى كذلك من هذه القرية، طبعا نمت الأشجار بكثرة هنا، فيعني اندثرت معالم القرية بشكل كبير. جهة أخرى كذلك من هذه القرية التي قلت بأنه يعني لم يسكنها أحد منذ أن طرد منها المسلمون في الطرد الأخير سنة 1609 ابتداء من سنة 1906، ونرى أثر الحجارة أو نوعية البناء القديم للتأكد من أنها قديمة. طبعا تعلمون أن البناء الحديث يتم بناؤه بواسطة الإسمنت، لكن هذه الحجارة التي تجمع المادة التي تجمع بين الحجارة والحجارة الأخرى هي عبارة عن مادة ترابية سهلة القلع كما ترون، أو سهلة الاقتلاع عفوا. جهة أخرى كذلك من هذه القرية وأثار البناء وطريقة البناء في ذلك الزمن والاشتهار كذلك بالأقواس والبناء بواسطة الحجارة المرصوصة بعضها فوق بعض. ندخل نحاول الدخول لنرى ونكتشف ماذا يوجد هنا. طبعا هذا ربما كانت عبارة عن غرفة في ذلك الزمان، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه القرية خاوية على عروشها. مرة أخرى للتأكد لاحظوا مادة ترابية، يعني لكنها قوية طبعا على هذه الأسوار بين أرضنا والأخرى. نصور وحرارة الشمس في هذا الوقت، وقت ما بعد الظهيرة، الجو حار، لكن نحاول دائما أن نوصل المعلومة إلى المشاهدين. ونذهب إلى عين المكان ليراها المشاهد كما هي على طبيعتها، وليس مجرد صور أو مجرد كلام والتقاط شيء من المعلومات عبر الجرائد وما إلى ذلك. كنت قرأت عن هذه القرية المهجورة، ثم أثرت أن أشد الرحالة إليها لكي أصورها وأصور معالمها كاملة للتأكد منها. إذن أحبائي كما قلت لكم، طبعا تكبدت عن الوصول إلى هذا المكان قصد إيضاحي قصد تصوير معالم هذا المكان وقصد إيضاحي المعلومة حوله. طبعا هذه اللوحة التي صورت من قبل وفيها بعض التفاصيل لمن أراد أن يوقف الفيديو ويدرس عنها أو كان قريبا من المكان وأحب زيارته. طبعا المكان نمت فيه أشجار كثيرة، ويعني صار المكان يعني معالمه غير واضحة، كنت أحببت أن أدخل وأصور أين يوجد طبعا إذا كان هناك مسجد أو هناك مقبرة بالقرب منه، لكن لم يتسنني أن هناك يتسنني الأمر، لأن هناك العديد من الأشواك والعديد من الأمور التي يعني تصعب من عملية البحث والمعاينة. وغير بعيدا أصدقائي عن تلك القرية التي قلت يعني سكنها البوليسكيون قبل الطرد ثم لم يسكنها أحد بعدهم، توجد هذه القرية كذلك المسماة الكالا دي خوفادا أو قلعة جوبادا أو خوفادا كما تسمى بالعربية. قد صورنا بعض اللقطات منها، ثم هنا
تم وضع تمثال نصفي لشخصية إسلامية سمى هنا الأزرق. الأزرق كما تشاهدون هذا هو وجهه طبعا الأزرق، قالوا أنه وزير وأمير مسلم لهذه القرية في نهايات فينس 1276 ميلادية. طبعا اللغة التي مكتبة بها هذا النصب التذكاري هي اللغة البالنسية، وهي لهجة من اللهجات الإسبانية، لكن تكتب بقواعد وتكتب يعني وبشكل رسمي تدرس بها يعني العلوم في هذه المنطقة الشرقية من إسبانيا. قد وضع يعني وجهه على شكل يعني نافورة ليخرج منها الماء. هذه هي القرية المسماة الكالا خوبادا، وهذا هو مقر بلديتها الذي أسس سنة 1928. هذه الأعلام التي تشاهدونها أمامكم هي أولا علم الاتحاد الأوروبي، ثم علم إسبانيا، ثم علم منطقة بالنسية التي تضم ثلاث مناطق كبرى، هي منطقة كاستيون أو قشتالة، مدينة توجد في هذا الإقليم، وكذلك مدينة بالنسية ومدينة ألاكانت أو أليكانتي. لهذا الوادي الذي توجد به مجموعة من القرى ذات الأصول التاريخية المسلمة، وادي خصب وكبير يسمى بلابال دي لا غالينيرا. هذا هو الوادي، وهناك البحر الأبيض المتوسط كما تشاهدون. هناك مدينة كبيرة على البحر. كما قلت هذا الوادي المسمى بلابال دي لا غالينيرا ديس ليس جوميس ديل تشاب. هذه طبعا كما قلت هي لهجة بالنسية، وهذه مجموعة من القرى، لاحظوا الأسماء، ذات الأصول الإسلامية: بني عسيلي، جومباي، الباترو، بني تايا، بني شفا، بني علي، بني الرامة وبني رحمة، لا سرة دي المدينة، كذلك لالبوريكا، بني قادل. مجموعة من الأسماء ذات الأصول الإسلامية. وطبعا هنا في الخريطة تظهر أماكن تواجد كل تلك القرى، طبعا بعضها صغير قريب من هنا وبعضها بعيد للأسف، ربما الشمس قوية فلا تظهر يعني بعض القرى واضحة هنا، لكن نحاول أن نصور قدر الإمكان هذا المنظر البانورامي الجميل على هذا الوادي الخصب، حتى تشاهدوا أحبائي إخواني الكرام يعني أين كان يعيش المسلمون في شرق الأندلس، في القرى التي كانت تحتضن بقايا الموريسكيين قبل الطرد النهائي سنة 1600، بين سنتي 1609 وسنة 1614. وأصدقائي، هذا هو مدخل قرية بني علي، إحدى القرى التي تقع في هذا الوادي الخصب الذي ذكرناه سابقا أو اللي صورناه من أعلى، وهي منطقة وادي لابال دي غالينيرا، ويعني يوجد بالقرب منها كذلك أيضا بعض القرى التي هجرت كذلك ولم تعد مسكونة، كقرية لاروكا وقرية لاكايرولا، وكذلك هناك قرية صغيرة من القرب من هذه القرية التي تسمى بني علي، تسمى أيضا البيني علي، ولم أعثر بالضبط على مكانها، لكنها أيضا قرية مهجورة لم يعد يسكنها أحد. ثم هناك أيضا قرية رافاليت وبني تشاكوس وغيرها. هذا أحبتي بالله هو مدخل مدينة أو قرية بني الرامة أو بني رحمة، التي يعني كذلك تحمل اسما إسلاميا، وللأسف لم نستطع التجول في هذه القرى لأن الوقت كان هو منتصف النهار،
ومعظم المعالم أو المتاحف التي قد تكون موجودة فيها مقفلة، وكذلك وقت الظهيرة فالحركة يعني السكان تكون تقريبا منعدمة، فلم نستطع التواصل مع سكان القرى هناك لنسألهم عن بعض هذه الأمور، ومنها مثلا سبب هذه الأسماء، ويعني هل هناك بعض من بقي من السكان محافظا على عادات أو تقاليد الموريسكيين هناك أو أصول أو جذور تاريخية. سنحاول كذلك إن شاء الله في المستقبل القريب زيارة هذه القرى مرة أخرى والبحث والتنقيب أكثر إن شاء الله.